الخوسي العلف الدعم ما عندناش الدعم ما كاينش الدعم الدعم اللي كيعطينا سيدنا ما كيخلطناش ما كيوصلناش الدعم شنو اللي فيه نعم شنو اللي فيه الدعم ارخص ثمن اغلى ثمن السلعه مش 170 3000 دينار 500 ها انت راجل مزيان عاد خلي التليفون ديالك عيطوا عليك ولا خلي التليفون معكم الثمن ديالو مع هذا السيد هذا كسيبي ياك كسيبتك الثمن ديال الجمل والثمن ديال التسقيط الثمن ديال الجمل 75 كيقول 3750 درهم والتسقيط 90 التسقيط 90 فين عندك المرقد؟ رويزة كيعطوا سي كريم كيعطوا ديال العلف ولكن هذيك الهضره على الكساب ولكن الشناق اللي كيغلس ما وصلش هاد السومه ما عندناش تبارك الله زين تبارك الله ولكن الثمن زيد شويه ادخلي اليوم النمره اسمعني سوق شنو قولي السوق الله يحسن العون تا هو غالي راه تا هو شاري الغلا وكيشري العلف بالغلا وشحال من واحد كنسومو هنايا كيشري قدامي ب 70 65 كتجي تسولو كيقول لك 5000 6000 درهم 5500 درهم 5000 درهم راه السوق بزاف هو زاد 3000 درهم ما رعى فيه ما سرحوه ما دار فيه حتى 74 0 1 0 1 المرقد عندك فين؟ جمعة صحيح سوق يستاهل يستاهل عطاو 7000 درهم الثمن ديال البيع شحال؟ 160 سوق ابا السلام عليكم اش بالك في السوق؟ السوق هذه باين لي باقي ما مقادش من هنا ل 10 ايام من الاخر اش بان لك غادي اما يهبط ولا يطلع السلام عليكم شحال خلصتي مول سيدي؟ عطاوك 140 انت شحال باغي مليون؟ السلام عليكم خوتي نتواجدوا ان شاء الله اليوم في جامعة صحيح اقليم اسفي نديروا معكم شي جوله خفيفه ان شاء الله في الجامعه شوفوا معكم الاثمنه ديال الحولي ديال العيد الحولي ديال الفحال خليكم معنا نشوفوا معكم هاد الخيرات اللي كاينه ان شاء الله في الجامعه خليكم معنا نديروا شي دويره في السوق تبارك الله أني جاي عندك الروبي وأني جاي عندك أني جاي عندك السلام عليكم شحال وصل؟ لا لا ما خداش مع اليهود أنا خدام مع راسي دوزي ما هذه اليهود شحال وصل هذا؟ شحال وصل؟ 6000 6000 درهم الخوت اللي كيقول السلام عليكم روبيو كي داير مزيان هذا الشيء اللي كاين اليوم ها هو واحد مارك حيد النشبه شحال ها شحال سومو هو مشري 110 المليح كاين المليح ولكن راه الثمن ماشي ديال 110 هو مشري 110 الله يهديك ما تشريش انت 110 والله ما خلى ريال طب قرصاك الوليد والله لا عطيتي 5500 خلي فيها يدي ما عطيش 110 انت والله هذا هو 140 هو ب 110 حتى لا لا ما عطيتش هذا في نقولوا فيه 140 انت قد لي عندي 7000 درهم لك يقول شاري ب 5500 قول لنا الروبيو يقولوا في 140 هو فين صاحبك فين صاحبك صاحبي رشيد مهم خرين انت وياه انت وياه في مشروك هنا مشروك انت وياه في
ما تكفاكمش دابا 200 درهم، خاصكم واحد 500 ولا 600 رباح. كلشي لا هذا كنهضر على هذا نحيدو لهم شويه الدراوش. فين هي السلعه اخرى؟ نمشي ناخذ عند اول نمره. سير انت كذب اصاحبي. واش صاحبي مولا نيت واحد اخر؟ السلام عليكم. هتقول سيدي هنا؟ نجيب 94. دير شي دويره. شحال سيدي وصلت؟ السلام عليكم. شحال؟ عبدي هادي 4000 درهم اللي واصله الخوش. جملة ياك؟ دير شي دويرة في السوق. السلام عليكم. شحال تقول سيدي؟ مرضيو 78 و 78 و 500 قلت 79 قال 500. اش صعب علاش؟ احنا غنقولوا عطاو 79 قال 500 الخوت. الله يسخر ليه. كاين من كاين ثنايا وسنا الحليب ياك والرباعي. ثنايا وسنا الحليب. الله يسهل عليك. شحال داير عندك؟ 84. اي 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 انت كتشوي انت. اش بالك ابا اش بالك؟ 84. يجيب 84 هذا؟ و 84 لقيت حسن منه. دابا هو باغي يبان وباغي يبان بشي حاجه زعما راه. ها هو مالي ها هو فيهم. 84 بزاف اصاحبي. شحال سوموك شحال؟ هذا 84 هذا 68 قولوا 8. 68 هذا 84 قولوا 8. شحال عطاوك فيه؟ 76 العظيم. عطاوك 76؟ الله يسهل عليك. الله يسهل عليك. الله يسهل عليك. تبارك الله. ها؟ شحال عطاوك سيدي هنا؟ السلام عليكم. شحال عطاوك؟ 140. عطاوك 140. انت شحال باغي؟ مليون؟ الله يسهل. ما وصلش هاد السوم. ما عندناش شدينا من شي اخر. تبارك الله زين تبارك الله ولكن الثمن زايد شويه. ها؟ ديال الفحالة. اش ديال العيد؟ اللي باغي يعيد به مسكين ما يستاهلش. راه العين كبيرة والجيب صغير. تبارك الله. شحال تقول سيدي هنا؟ شحال؟ السلام عليكم. شحال سيدي؟ 76. كساب ولا بيع شراي؟ حريف. حريف. 76 3800 درهم. هذا 76 جملة. 76 جملة. اش بالك في السوق ابا؟ السلام عليكم. اش بالك في السوق؟ السوق هذه بان لي باقي ما مقادش. من هنا ل 10 ايام من الاخر اش بان لك؟ اما يهبط ولا يطلع. عطاك 76 انت كتقول شحال؟ 76 باينه في 80 الا جاب الله. باغي 80 الخوت. اش دايرين في السن؟ 80 بواحد جمله. اه جمله. هذا 2 هذا؟ 2 100 اخر 2. الله يسهل فيه. التوب شو التوب ديال البهيم في السلعه كبيره. هذا محمد. شحال دا محمد؟ السلام عليكم. ما كاين هذه الهضره ما شفتي. شحال دا سيدي؟ باقي ما ديناش باقي يلاه. قول قول لينا قول لينا شحال ديت. شحال ساومتي؟ انا ولكن فتش. ارشادكم كاميرا لا تقع شي حاجه راه غادي يردوا الفيديو الله تزقل شي 4000 ولا نقولوا 52 2600 درهم اللي كيقول قلبها 52 52 ودي هذا الرشدي الله يسهل عليكم شحال
ما داش حطيت فيه 50 الله يسهل فيه. خمسين ما بغيتيش ليه؟ قلنا لي 52. الله يسهل عليكم بجوج. بوقت شنو اللي بغى لي السوق الخوت؟ العلف. الدعم ما عندناش الدعم. ما كاينش الدعم. الدعم اللي كيعطينا سيدنا ما كيخلطناش. ما كيوصلناش. الدعم شنو اللي فيه؟ نعم. شنو اللي فيه الدعم؟ كيعطوا رويزة، كيعطوا السكاريم، كيعطوا ديال العلف. ولكن راه هذيك الهضره على الكساب، ولكن الشناق اللي كيغلي السوق اش تقول عليه؟ السوق الله يحسن العون تا هو غالي، راه تا هو شاري الغلا وكيشري تا العلف بالغلا. وشحال من واحد كنسومو انايا كيشري قدامي ب 70 65 كتجي تسولو كيقول لك 5000 6000 درهم 5500 درهم. 5000 درهم راه السوق بزاف. هو زاد 3000 درهم ما رعى فيه، ما سرحو، ما دار فيه حتى حاجه، زاد 2000 درهم بزاف. ثاني كشي اللي كان ثاني بزاف، ثاني راه ريبه خاصو ما يكونش بزاف ريبه. هادشي الانسان يبيع ويشري ولا قد الحاله. انا كنتصور ديك 100 درهم 3000 ما جا البركه. كنشكروك اسيدي، كنشكروك. هذا السيدي كيقولوا فيه 3100 درهم ياك؟ اش داير في السن؟ يلاه سيهرس الثنايا. هيهرس في الثنايا. يلاه كيهرس الثنايا الخوت. الله يسخر لكم. شحال تقول اسيدي هنا شحال؟ السلام عليكم، شحال تقول؟ شحال تقول؟ 43. شحال عطاوك؟ شحال عطاوك؟ 43. 2150 درهم اللي عاطينو الخوت تبارك الله. جملة ياك؟ فري هذيك؟ فري هذيك؟ كنا 54 52 الله يسهل عليك. 2700 2600 السلام عليكم. الشريف تاع عزيز عليا انا كانوا بغيتو نكذب. شحال ابو هذا كتقول فيه؟ 72 3600 درهم. شحال بغيت تعطينا فيه سيدي؟ شحال سيدي كتقول هنا؟ 94 4700 درهم. كاين السومة عندكم في الجمعة؟ جينا عندكم زعما باش نلقاو الرخاء. شحال تقول سيدي تم؟ 54. في شي عيب؟ في شي عيب؟ لا أجل يسمع التمر رخيص الشيخ. ألفين وسبعمية درهم الخير تبارك الله. الله يسهل عليكم. شحال وصلوا للسومر؟ ها؟ شحال وصلوا للسومر؟ 35. لقيت واحدين زوينة مع الشيخ. 25 ماشي هما تباعوا 25 جملة هادو 35 جملة 35 جملة حوليات ياك 1750 درهم اللهم بارك حوليات زوينة تبارك الله الله يسهل عليك ديو لك هادو كسيبتك 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 لحريفك لحريفك خليني من نمرة انا بغاهم زوينين انا بغاهم شي واحد يعيط عليك 06 قول 66 30 74 01 مرقد عندك فين؟ جمعة صحيح الله يسهل عليك جملة تبارك الله اللهم بارك الولد هذا كيف؟ شبان معانا ماشي مشكل اولاد اليوم عادي بحال بانا لا تبارك الله خير خير في الجمعة الخوت تبارك الله الجملة غنشوفوا معكم الثمن ديالو مع هذا السيد هذا كسيبي ياك كسيبتك الثمن ديال الجملة والثمن ديال التسقيب الثمن ديال الجملة 75 كيقول 3750 درهم والتسقيط تسقيط 90 تسقيط 90 فين عندك المرقد؟ عندك واحد وين؟ الجمعة ها؟ نعم حي ها الجمعة سبرا الجمعة باقي عندك شي حاجة ولا هذا الشيء اللي كاين؟ هذا 110 باقي عندك شي حاجة في الدار ما غير هذا الشيء؟ ها؟ باش يعطيونا قولوا 96 عطينا 96 انت كتقول 110 لا قلت لك
كيقول 110 اللي باغي هو عاطينو 4800 درهم اقل حوله هنا شحال ديت شحال ديتيهم اسيدي هذا شحال ديتيهم 160 بجوج 8000 درهم الفوت باش دار ادخلي لهم النمره اسمعني اقل شي شحال قلتي لي 90 اقول لك عندي كيقول رخيص فيهم حاشي مع الفوجا الله على الفوجا قول لينا ارخص ثمن اغلى ثمن هاد السلعه مش هي ب 70 3000 دينار 500 ها انت راجل مزيان عاد خلي التليفون ديالك عيطوا عليك ولا خلي الدري يتكلم قال لي غير معنا يصوني عليك خاصو شي واحد ولا جوج هضر معاه ها ملي يصوني عليك بنادم الجو معاه بيع 20 سنة لا رانا واحد يلعب جو فيه ولا جمعة ولا قول النمرة صفر 64 64 41 06 88 المرقد عندك انا بالجمعة 99 خوت هادو راه قال لك خالصين ب 3000 واش 3500 باغي الرباح ديالو 3500 هذا لا هذا واقيلا جوج هادو هادو جوج شحال جوج هادو خالصين 164 8200 درهم باش خالصين هاد الجوج الله يسهل لك الله يسهل لك شحال خلصوا؟ السلام عليكم شحال خلصوا سيدي؟ ها؟ خلصتي مو سيدي؟ 7100 درهم تاسع ياك 7100 درهم واش خالصين هادو تاسع هذه العيد ان شاء الله غنشوف اسمهم تكسبهم العام الجاي ان شاء الله الله يسخر فيهم امولاي الله يسخر فيهم تبارك الله شحال يقول هنا شحال؟ شحال زيد؟ شحال زيد؟ شحال زيد؟ 50 فرانك 60 فرانك هل العام الفايت يعني العام الفايت هذا 66 هذا واش هذا 68 70 71 دابا زيد في واحد 500 هذا هو 3000 كيفاش تقلب الحولي الا كان فيه شي عيب لا كيقلب لي ظهرو هذاك ترى عيا وشي حبوب من عنق ومن هنا هنا كان مجنون ولا ما عرفتش حاجه كان مجنون باش كان ساتر راه باين كيدور كيدور بلاصتو باش تعرفوا سمين سمين من الدياله من تقمن ورينا الله يعطيك الخير ورينا ورينا الدار انت نستافدوا منك شويه ديالة على ما اظن نعجه واقيلا لا لا هي ديالة حولي فيه ديالة فيه فهاد المرحلة من هنا وكل شيء علاش ابا الله يسخر لك ابا الله يسخر لك